انا اسمي عبير بنت بلقاس وكل الناس عارفاني. انا واخده امر من امر سيدي، ولو امرني احط الحديد في ايدي، لان واخده امر من امر سيدي اعد بحصاني من خرم ابره وسهم والجامي في ايدي. انا اسمي عبير مجدي، سن 15 سنه، ساكنه في محافظه الدهقليه في مركز بلقاس. بدات اركب الخيل وانا عندي 7 سنين. بابا جاب حصان وجاب واحد يعلمه، واحد علمه ماشي، فانا ركبت على الحصان لان انا كنت غاويه الخيل ماشي. فيعني نزلت فرح، فرح كان جنبنا كده، كان في مزمار وطبل بلدي وكده. فانا ركبت على الحصان ماشي، فلقيت نفسي ايه، الناس بتطلبني وكده، ما بخافش وانا راح اركب الخيل لان الحصان فاهم لي وانا فاهماله، والحصان ده انا بحبه اصلا وهو بيحبني. انا كنت غاويه الخيل دي اصلا، انا كنت غاويها، فلما انا غويتها اتطلبت في الافراح وكده، اتطلبت في الافراح وبدات ان انا ايه اعلم خيل بقى وكده، والناس تطلبني بعلم خيل الوقت، وبنزل افراح تقيله وبنزل حفلات كبيره الناس بتفرح بيا، الناس طبعا بتفرح بيا اللي انا راكبه حصان، لان هم مستغربين اللي انا بعمله. بحب اركب الدكر لان ركوب الدكر عز عن ركوب النتاية، بتضربه بالعصا يفز ينطر الحصى على العباية، اما النتاية جسورة جسورة بتنزل الميدان تاخد حقها من الدكورة. بس طبعا الدكر احسن من نتاية لان هو عز، الدكر ده بيبقى هيبة. اللي هو المخصص بيا اسمه ازعرينا، وليه حصان اسمه فخر، وليه حصان اسمه مارادونا، وكان ليه حصان اسمه شهير. حبيته كأنه هو مني وانا منه. اسمه ازعرينا اللي هو الاسمر اللي انا بركبه، ده المخصص بيا. حصان بيحبني وبيخاف عليا، وحتى مثلا لو الركاب مثلا لو الركاب مخلوع من رجلي ومثلا حسيت اللي انا هتزحلق ولا كده، هو الحصان بيقف بيحافظ عليا. الناس بيضحكوا معايا وبيهزروا معايا، وساعة ما يشوفوني يقولوا لي ازيك، والناس بتحبني. محدش علمني اللي انا اخلي الحصان يسلم، محدش علمني اللي انا نيمه، محدش علمني اللي انا اشببه، محدش علمني اللي انا ارقصه، لا ما حدش علم. انا اللي اتعلمت الخيل ده من نفسي كده، لان انا كنت غاويه. انا بتحدى اي بنت في العالم تعمل اللي انا بعمله، لان البنت المصريه بتعمل للحصان الامر اللي هو يركع، وبدل الحصان الامر اللي هو يشيب، وبدله الامر اللي هو يسلم، وبدله الامر اللي هو يلعب برضه.